وعليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس بالمغرب، فإن شاء الله سوف نقدم لكم آخر توقعات ابتداء من زوال اليوم والأيام القادمة. فلا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك في القناة وشكرا لكم. فيتوقع بإذن الله هبوب رياح نسبيا قوية على مرتفعات الأطلس بإذن الله، تلوين وتبانت ومراكش بإذن الله، مع احتمال إن شاء الله استمرار الطقس الحار بحول الله مع انخفاض طفيف في درجة الحرارة، وقد تصل إلى 42 درجة في مراكش بإذن الله و 42 بنقرير، ورياح قوية كذلك على الجهة الشرقية ومرتفعات الريف بحول الله. بالنسبة كذلك الأقاليم الجنوبية رياح قوية على جنوب الشرق والأقاليم الجنوبية للمملكة بإذن الله. وبالنسبة للتوقعات كذلك يوم الأربعاء، فمن المتوقع بإذن الله أن تصل درجة الحرارة إلى 41 درجة بإذن الله في المناطق الوسط الداخلية مع انخفاض طفيف في درجة الحرارة بدرجة أو بدرجتين، مع رياح قوية أقصى شمال المملكة بإذن الله على طنجة بإذن الله وتطوان وأصيلة وشفشاو والمرتفعات الريف والمرتفعات الجنوب الشرقية والأقاليم الجنوبية للمملكة. وبالنسبة كذلك للتوقعات الأمطار والعواصف الرعدية، فيتوقع دخول بعض العواصف الرعدية الضعيفة والمتفرقة على كذلك مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط. بالنسبة كذلك ليوم الجمعة، بعد التساقطات المطرية على مراكش بإذن الله ذات طابع رعدي، وكذلك بالنسبة ليوم السبت أجواء كذلك غير مستقرة مع احتمال عواصف رعدية كذلك متوقع على مراكش وبنقرير وقلعة السرقنة وكذلك خريب وواتزم بحول الله، مطار وزخات رعدية جد قوية إن شاء الله مع احتمال أن تستمر التساقطات المطرية اليوم الأحد كذلك على المرتفعات الأطلس لكيكا وخنيفرة وخير كبير قادم إلى المغرب إن شاء الله. وكذلك بالنسبة ليوم الجمعة، فيتوقع كذلك اليوم الأربعاء والجمعة أجواء غير مستقرة كذلك مع احتمال عواصف رعدية وأمطار خير ابتداء إن شاء الله من هذه الوقت أو كذلك من أواخر شهر يوليو بإذن الله، فيتوقع دخول أمطار جد معتبرة إن شاء الله.